كل المسلمين في عصر الصحابة والتابعين كلهم متفقون على أن رؤية العبد ربه من الممكنات. ثم إن المعتزلة جاءوا فخرقوا هذا الإجماع وقالوا لا هذا مستحيل. طيب لماذا؟ لماذا رؤية العبد ربه من المستحيل؟ قالوا أنت عندما تنظر إلى شيء فتقع عيناك عليه لابد أن ينبثق من عينيك خطان في زاوية منفرجة هكذا، والشيء الذي تراه لابد أن يكون محصورا في هذين الضلعين، بين هذين الضلعين لهذه الزاوية. يعني مستحيل أن تنظر إلى هذه الجهة ويكون المرء هنا أو يكون المرء هنا. طيب، وقد علمنا أن الله عز وجل لا يحصره مكان، لا يجوز لك أن تقول الله عز وجل موجود في هذه الزاوية في هذه البقعة، وقد أوضحنا ذلك فعلا. الله سبحانه وتعالى خالق المكان، فكيف يحده المكان؟ هذا هو دليلهم الأول. ثم يستدلون أيضا بالقرآن، يقولون إن سيدنا موسى عندما كلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، فبماذا أجابه الله؟ قال لن تراني. دليلهم الأول قوله تعالى لن تراني، فقد أعلن الباري لسيدنا موسى أن موسى لا يتأتى له أن يرى الله عز وجل. ويقولون إن لن هذه للتأبيد. بماذا رد الجمهور؟ قالوا ربنا عز وجل الذي خلق لنا طاقة الرؤية بهاتين العينين أهو عاجز عن أن يخلق في كياناتنا طاقة لرؤيته تتناسب وذاته العلية؟ عاجز يعني؟ من قال إن الإنسان عندما يكرمه الله برؤية ذاته العلية سيبقي هاتين العينين الضعيفتين بهما يرى الله؟ من قال هذا؟ قال طيب، وبالنسبة للدليل السمعي عندما قال الله عز وجل لموسى لن تراني، أهل السنة والجماعة قالوا هذه الآية هي دليل لنا وليس دليل للمعتزلة، لأن سيدنا موسى عندما طلب الرؤية من الله قال ربي أرني أنظر إليك، كان يعتقد أن من الممكن أن يرى العبد ربه. أفيكون المعتزلي أكثر علما بهذه المسألة من سيدنا موسى؟ لا، لو كان كلام المعتزلي في مكانه كان سيدنا موسى وهو نبي مرسل أولى من المعتزلة بأن يعرف هذه الحقيقة. فما سأل موسى ربه أن يراه إلا وهو يعلم أن رؤيته من النوع الممكن. أما لن، قالوا لن تدل على النفي. ماذا؟ النفي المؤبد. قال أهل السنة والجماعة من أين لكم هذا؟ راجعنا كتب اللغة العربية، ما قال أحد أن لن للتأبيد. ابن هشام له كتاب اسمه المغني اللبيب، نعم، يتحدث عن الحروف ومعانيها، ما أبدا. والقرآن يدل على خلاف ذلك أبدا. يقول القرآن عن اليهود ولن يتمنوه، يعني الموت، نعم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بعدين شو قال؟ ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. بعدين يوم القيامة هؤلاء اليهود هل يتمنونه وهم في النار أم لا؟ نعم، قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فها هم في دار الدنيا يقول الله عز وجل عنهم أنهم لن يتمنوا الموت، ولكنهم يوم القيامة سيتمنونه. إذن فلن ليست للتأبيد كما قالوا، على أن كثيرا من المعتزلة رجعوا عن هذا. وقد رأيت من ترجم للإمام الزمخشري وهو من المعتزلة
رأيت من ترجم له وقال إنه عاد في أخريات حياته إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، وسأل ربه أن يغفر له ما كان منه في الزمان الأول. اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. نعم.